بحكي لكم قصة مهيّة قصتي رح أحكي لكم هلا اسمعوا هالقصة مرة كانت عم تحكي لأما قالت لا يا ماما أنا بدي غني يا ماما اسمعيني هلا صار بدي أحكي قالت لا يا ماما أنا عندي إلك فكرة روحي شوفي لك واحد غني جوازي جيبي لك ولد ولدين ثلاثة قالت لي يا ماما أنا عندي أحلام بدي روح لبعيد أعمل موسيقى وطيف وسمانة قالت لي يا ماما أنا عندي لك يوم خبري شوفي ابني جيران غسان شو مرتب شو كويس معيني هلا يا ماما